السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، حديثنا اليوم عن موضوع بين السنة والبدعة. نريد أن نتعرف عن حقيقة السنة وعن حقيقة البدعة، ونعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آيات قرآنية كثيرة تأمرنا باتباع هذا النبي، وأن أقواله وأفعاله وتقريراته ملزمة لنا، كما أن القرآن العظيم ملزم لنا. وفي السنة المطهرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمعنى من أحدث في أمرنا يعني أنشأ واخترع. الكثير من الناس يقع لهم اختلاف في فهم حقيقة السنة وحقيقة البدعة والفروق الجوهرية بينهما. فانطلاقا من هذا الحديث النبوي الشريف الذي يقول: من أحدث، أحدث في اللغة هي أنشأ واخترع من قبل نفسه، وهو المسمى بالبدعة. لكن هناك البدعة بالمعنى اللغوي، وهي الاختراع على غير مثال سابق، وهي كثيرة في القرآن، كما قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، يعني موجدهما على غير مثال سابق. ولكن المقصود البدعة في الشرع ما هي؟ هي كل ما وقع بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وتصرفات وممارسات ودل الشرع على حرمتها. فالحديث قال: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا، يعني في الدين، ما ليس منه، أي ما ليس له مستند من الكتاب والسنة، فهو رد، أي مردود على صاحبه لبطلانه. فهذا الحديث معناه أن كل إحداث وكل ابتداع كان في الدين، نسب إلى الدين وليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، فهو مردود. لأن ربنا سبحانه وتعالى حينما قبض روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك اكتملت الرسالة، الرسالة الإسلامية اكتملت بموت النبي المصطفى، حينها نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبتمام هذا الدين لم يعد هناك مجال للزيادة فيه، وكل من زعم قدرته على الإتيان بما هو خير من الهدى فهو أمر مردود عليه. فلا بد أننا نبقى في إطار ما جاء في الكتاب والسنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى كان يجمع صحابته، وكان يعظهم ويزكيهم ويأمرهم باتباع الكتاب والسنة. كان كلامه مؤثرا للغاية، وكأنه مودع. مما يروي الصحابي الجليل العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال:
وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هكذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي صحابته باتباع السنة ويحذرهم من البدعة. كان يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، وما من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود تميز من بين الصحابة أنه كان يبحث عن القرآن وعن صحيح السنة، وكان يحارب البدعة، وجاء بروايات كثيرة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحث بها الناس. من ذلك أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عودا ثم بدأ يرسم على التراب. الرسم مباح، رسم بياني لتوضيح فكرة معينة. قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا، وخط عن يمينه خطا صغيرا، وعن شماله خطا صغيرا، ثم قال عن هذا الخط الطويل المستقيم: هذا سبيل الله، ثم خطوط صغيرة بجانبه، قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحث على اتباع السنة، وكان الصحابة يأخذون هذه المعاني وينشرونها بين الناس. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه كان دائما يتنقل، كلما رأى تصرف غريب كان ينهى عنه. مرة دخل إلى المسجد، إحدى المجالس في إحدى المساجد التي بنيت، فوجد أناس جالسين ومعهم الحصى، كانوا يكبرون 100 ويهللون 100 ويسبحون 100. فوقف عليهم فقال ابن مسعود: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح، نقوم بالعد. فقال ابن مسعود: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. فاعتبر بأن من السنة أن الإنسان أنه لا داعي لكي يحصي حسناته، لأن الله سبحانه وتعالى ضابطها، ولكن الإنسان العاقل هو من يحصي سيئاته، يستعمل سبحة ويحصي سيئاته. السنة النبوية هي أن يكون العمل موافقا للكتاب والسنة، وكل ما لم يشرع للتقرب إلى الله فهو مردود على صاحبه. حتى في العهد النبوي الأول كانت تظهر بعض التصرفات وبعض الممارسات وهي في الأصل بدعة، فكان النبي الكريم ينهى عنها. من ذلك ما يرويه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس والحر الشديد وهو واقف لساعات طويلة. سيدنا النبي قال: من هذا؟ قال: هذا أبو إسرائيل، لقد نذر نذرا عظيما،
نظر أن يقوم ولا يستظل، ونظر أن لا يتكلم، ونظر أن يصوم ولا يفطر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا عنده وأمروه أن يستظل وأن يتكلم وأن يجلس ويتم صومه. فالنبي الكريم قال بأن هذا يشرع لنفسه أحكاما ما أنزل الله بها من سلطان. النبي الكريم لم يقره إلا على الصوم، أما باقي الأشياء التي نذرها فهي لغو باطل. فالدين لابد أن يكون مستنبط من الكتاب والسنة، أما أن تزيد أفكار من رأسك ومن بنات فكرك فهذه مردودة. من السنة النبوية الشريفة ومحاربة البدعة أنك لا تكلف نفسك فوق ما تطيق. هناك بعض الناس عندهم إيمان قوي ورغبة في التقرب إلى الله، فيبدأون يفرضون على أنفسهم عبادات، ويفرضون على أنفسهم التزامات، ويأخذون بالأشق، وهذا منهي عنه. فالسنة أن تأخذ بالتيسير وأن لا تكلف نفسك فوق ما تطيق. من ذلك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سمع أحد الشباب من الصحابة وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، سمعه يقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ولأختمن القرآن كل يوم. هذا الشاب متحمس وبغى يدخل الجنة بأكبر رصيد من العمل الصالح، لكنه سوف يكلف نفسه ما لا يطيق، نذر أنه يصوم النهار ويقوم الليل ويختم القرآن كل يوم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تفعل، فإنك إن فعلت ذلك غارت لك العين ونفهت لك النفس. غارت لك العين يعني سوف يلب فيك الضعف والهزال، ونفهت لك النفس سيضيق صدرك ولن تستطيع أن تستمر. فقال له: صم من الشهر 3 أيام، يكفي 3 أيام من الشهر تكفي، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له: إذن صم يوما وأفطر يومين متتاليين. فقال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. ثم قال له: اقرأ القرآن الكريم في كل شهر. فما زال يزايده حتى قال: اقرأه في 7 في أسبوع. قال: أستطيع أكثر من ذلك؟ قال: اقرأه في 3. قال: أستطيع أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. ثم أخبره بأن خير القيام هو قيام داود، ينام نصف الليل ويقوم نصف الليل. ثم قال له النبي الكريم في الختام: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعط لكل ذي حق حقه. فأحيانا الإنسان يريد أنه يقوم بأعمال كثيرة فوق طاقته، وهذه ملاحظة عند الكثير من أهل الله من الصالحين، عندهم قوة إيمان وقوة يقين، ويريدون أن يتنافسوا في فعل الخيرات، فيريدون أن يجهدوا أنفسهم. فمن السنة أنهم لا ينبغي أن يقعوا في مثل هذا. وهو كثير، مرة جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. سألوا نساءه: كيف كان النبي الكريم يصلي؟ كيف كان يقوم الليل؟ كيف كان يقرأ القرآن؟ ماذا كان يصنع من القربات إلى الله؟ فأزواج النبي الكريم خصوصا أمنا عائشة كانت تشرح للناس وتوضح لهم سيرته العطرة. فلما سمعوا حياة النبي الكريم في بيته كأنهم تقالوها، عدوها قليلة، بمعنى أن النبي الكريم كان يعيش حياة طيبة عادية مع زوجاته، وكان يذهب إلى السوق، وكان يذهب إلى عمله،
وكان يستقبل الناس في البيت، وكان يجلس مع العائلة جلسة حبية، وكان عنده وقت فراغ، فعبادته محدودة. فلما رأوا هذه العبادات قالوا قليلة، يجب أن يفعل أكثر من هذا. فقال أحدهم: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقالوا: تعالوا كل واحد منا يقوم بشي عمل كبير باش يوصل المقامات العليا. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا ولا أرقد. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. كل واحد منهم دار واحد النذر، دار واحد القرار في نفسه أنه سوف يقوم به تقربا إلى الله. الأول سوف يقوم الليل، لن ينام، الليل كله قيام ركوع وسجود وابتهال. والثاني سوف يصوم الدهر، كل يوم صيام صيام صيام، ولا يفطر أبدا. أما الآخر فإنه سوف يتبتل إلى الله وسوف يعتزل النساء، لن يتزوج أبدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الأمر، وكانت غاية أن يصحح للناس حقيقة التدين، فقال لهم: أأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان لابد أنه يأخذ من العمل ما شرعه الله تعالى في كتابه وما أقره النبي المصطفى في سنته المطهرة. أما أن يأخذ من رأيه حتى في الاجتهاد، حتى في الاجتهاد، هناك أقوام في التاريخ اجتهدوا في العبادات والطاعات ولكنهم أفسدوا في الأرض، مثل ما يسمى بالخوارج أيام زمان، كانوا أشد الناس عبادة لكنهم كانوا يقتلون وكانوا يدمرون وكانوا يخربون بحجة محاربة البدعة وبحجة إقامة الدين. لقد جاء في وصفهم أنكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هكذا وصف الله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصف الخوارج، أقوام سوف يظهرون عندهم عبادة طويلة ويتمسكون بحروف السنة من حيث المظهر ومن حيث السلوك، وعندهم صلاة، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، كما قال ابن عباس عندهم تفينات كتفينات الإبل في الجبهة، الجبهة ديالهم في الأثر السجود قوية كبيرة سوداء، أنهم يسجدون لله سجودا طويل. وتحقرون صيامكم مع صيامهم، يصومون كثيرا ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يقومون الليل كثير، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لماذا؟ لأنهم تبنوا أفكار فيها تكفير للمجتمع، أفكار فيها تفسيق للمجتمع، حكموا على المجتمع بالكفر والنفاق، ثم دمروا وخربوا وسفكوا الدماء. هذا منذ زمان، للأسف نفس السيناريو تكرر في محطات متعددة من التاريخ حتى في عصرنا هذا. لهذا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن يوم الغاشية، يوم القيامة، في سورة الغاشية ماذا قال؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هي وجوه خاشعة وعاملة وناصبة، تصلي وتركع وتسجد، لكن مع كل هذا تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأن هذه العبادة عوض أن تجعلهم أناس فيهم رحمة وفيهم مودة ويقومون بجمع الشمل وإطفاء نار الغضب وبناء الحياة فوق الأرض، صاروا هم يكفرون ويفسقون المجتمع ويبعدون الناس من خالقهم، بل منهم من يقتل ويدمر الحياة ويدمر الأحياء. فكل هذا مرفوض. فالسنة أيها الأحبة الكرام هي لها دلالات واضحة،
أحيانا هناك بعض الصالحين من أجل بناء المجتمع والحفاظ على تماسكه يقعون في بعض المستجدات، هل نسمي هذه المستجدات بدع أم لا؟ مثلا هناك احتفالات ربما لم تكن في عهد السلف الصالح، كالاحتفال بالمولد النبوي الشريف والاحتفال بليلة 27 من رجب، ليلة الإسراء والمعراج وغيرها من المناسبات، هل تعد هذه بدع أم لا؟ وهناك أشياء أخرى كثيرة وضعها الناس كقراءة الحزب الراتب في المغرب وفي الفجر وغيرها من الأمور، هل هذه تعد بدعة أم سنة؟ هنا مربط الفرس، يقع الجدال والخصام بين العلماء فيما بينهم وبين طلبة العلم وبين بعض المتحمسين، فهل كل بدعة ضلالة أم هناك بعض الأمور هي نقول بأنها بدعة حسنة؟ بعض العلماء لما أراد أن يقسم البدع ويميزها عن السنة قرر بأن السنة كلها مطلوبة ومفروضة علينا وهي كلها خير وكلها نور وكلها بركة، لكن البدعة هي كلها ضلالة، إلا أن بعضهم ميز كالإمام ابن الأثير العلامة الشهير في كتابه النهاية، قال البدعة نوعان، بدعة الهدى وبدعة الضلال. كيف؟ هناك بدعة الضلال التي هي زيادة في الدين وهي غايتها تخريب الدين وإفساد الدين، وهناك بدعة الهدى التي هي إقامة الدين، هي حث الناس على التجمع على الخير، فسمى هذه بدعة الهدى. الإمام الشافعي رضي الله عنه لما سئل عن هذا الموضوع قال المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه بدعة الضلالة. أما الثاني فهو ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهذه محدثة غير مذمومة. فالناس من العلماء والفقهاء كانوا يميزون ما بين ما فيه إفساد للدين وما فيه إقامة للدين، حتى إن الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء بالغ في تقسيم البدعة وقسم إلى أحكام في كتابه المشهور المسمى بقواعد الأحكام في مصالح الأنام، قال فيه بأن البدعة هي فعل ما لم يعهد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قسمها إلى أقسام إلى خمسة، قال هناك بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. كيف هذا يا سلطان العلماء يا الإمام العز بن عبد السلام، كيف تقسم البدعة لكل هذا؟ والنبي الكريم يقول كل بدعة ضلالة، ويتفيد الشمول والاستغراق. فأجاب الإمام العز بن عبد السلام فقال الطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، هنا الفقه الحي الذي يقتحم القلوب بغير استئذان، كل بدعة تعرض على قواعد الشريعة، فلا بد للمفتي أن يكون له إلمام كبير بقواعد الشريعة، فإذا دخلت هذه البدعة في قواعد الإجاب صارت واجبة، بدعة واجبة، وإذا دخلت في قواعد التحريم صارت محرمة، وإذا دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإذا دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. ويعطون مثال بالخليفة الراشد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح، صلاة التراويح كما هو معلوم أنها غير ثابتة في السنة، الذي وقع أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول رمضان شرع فيه الصيام قام ليصلي، فجاءه ثلاث نفر من الرجال فصلوا بصلاته، فصلى بهم التراويح،
وفي الليلة الثانية تضاعف العدد فصلى بهم، وفي الليلة الثالثة تضاعف العدد أكثر وأكثر فصلى بهم، وفي الليلة الرابعة خرج النبي الكريم من المقصورة فوجد المسجد قد امتلأ بالناس فلم يخرج إليهم، فقالوا يا رسول الله لماذا لا تريد أن تصلي بصلاة التراويح؟ قال خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم فهي سنة مستحبة، ولم يصلها النبي الكريم إلا في بعض الأحيان. لكن سيدنا عمر ابن الخطاب جمع الناس في عهده على إمام واحد ورتب صلاة التراويح، هل هذه بدعة؟ قالوا له يا ابن الخطاب لقد ابتدعت، قال نعم نعم البدعة هذه، نعم البدعة هذه، فهذه بدعة ولكن لها أصل في الشرع، والغاية منها هي أن إقامة الدين ليس إفساد الدين، هي غاية رد الناس إلى الله تعالى، والأصل في المنع هي خشيت أن تفرض عليكم لم يعد حاضرا فلا بأس من ذلك. وهكذا أيها الأحبة الكرام، قضية السنة والبدعة قضية طويلة وعريضة، وخلاصتها هي أن البدعة هي كل قول أو فعل محدث نسب إلى الدين ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، وشروطها ثلاث: أن يكون العمل محدثا، وأن ينسب ويضاف إلى الدين، وأن لا يكون له أصل في الشرع. ما دون ذلك من أمور الناس فهذا لا بأس به، الأمور الدنيوية لا مدخل لها في البدعة، لذلك يجوز الانتفاع بكل ما يحقق مصلحة في الدين أو الدنيا، في الصناعات والمخترعات وتدوين الكتب وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك من أمور الدنيا وتصرفات المعاش وسياسة الخلق، هذه كلها لا دخل لها في البدعة، وإنما هي من أمور دنياكم فأنتم تسيرون فيها على هدى من الله. لن أطيل عليكم، سوف نفتح خطوطنا الهاتفية من أجل أن نستمع إلى مكالماتكم ونطرح ما يقع في أذهان الكثير حول البدعة والسنة، نعرضها على صحيح القرآن وصحيح السنة، وسوف نرى إن شاء الله تعالى ونتبين الحقيقة من غير ذلك. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نور الأنوار وترياق الأغيار سيدنا محمد النبي الأمي باب اليسار الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. يا ربي يا كريم، صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وإمام حضرتك وطريق شريعتك، اللهم صل وسلم عليه عدد قطر الأمطار، وصل عليه عدد أوراق الأشجار، وصل عليه عدد دواب البحار، وصل عليه عدد مياه البحار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا رب العالمين، صل عليه صلاة تزيل بها عنا الهموم والغموم والأحزان والمخاوف والأوهام. اللهم صل عليه صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام والألام. اللهم صل عليه صلاة تحرسنا بها في اليقظة والمنام. اللهم صل عليه صلاة تغفر لنا بها جميع الذنوب والأثام. اللهم صل عليه صلاة تحفظنا بها من نوائب الدهر ومن تقلبات الليالي والأيام. اللهم صل عليه صلاة تسترنا بها بسترك الذي من استتر به لا يضام.
يا واهب النور والإنعام، تبارك اسمك يا ذا الجلال والإكرام، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، يا حنان يا منان يا عظيم الشان، يا رب العالمين. صل وسلم على سيدنا النبي وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلاة تصل إليهم أينما كانوا وكانت أجدادهم وأينما حلوا وحلت أرواحهم. يا قدوس يا سلام، بلغ عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أزكى التحيات والسلام. اللهم ونسألك أن تنزله المقعد المقرب به عندك يوم القيامة، وتجعلنا بجواره يا كريم، يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. سبحانك لا إله إلا أنت، أنت موضع كل شكوى ومنتهى الحاجات، أنت أمرت خلقك بالدعاء وتكلفت لهم بالإجابة، أنت القريب المجيب. اللهم فرج كربنا كما وعدت، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، واجعلنا من الذين تختم لهم بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وممن تسكنهم الجنة والفردوس الأعلى في جنات تجري من تحتها الأنهار، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فالحمد لله، الحمد لله الذي من علينا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى. الحمد لله الذي من علينا بنبينا محمد، خير من هلل ولبى، وأفضل من طاف وسعى، وأعظم من سبح ربه الأعلى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي سلم عليه الحجر، وحن إليه الشجر، وانشق له القمر. يا رب صل على سيدنا محمد، سيد المرسلين، سيد العابدين، سيد الحامدين، سيد المتقين، سيد الساجدين الراكعين، سيد الشاكرين، سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في هذه الساعة المباركة، وصلاتكم أيها الأحباب تبلغ إليه وهو حي يرزق في عالم البرزخ، خصوصا يوم الجمعة. الله تعالى يتقبل صلاة وسلام العباد، وتبلغ إلى النبي الكريم بأسمائنا وأسماء أمهاتنا وآبائنا. فارفعوا يديكم جميعا ونقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تزيل بها عنا الهموم، وتزيل بها عنا الغموم، وترفع بها عنا الأحزان والمخاوف والأوهام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحرسنا بها في اليقظة والمنام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها جميع الذنوب والآثام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسترنا بها بسترك الذي من استتر به لا يضام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفينا بها من أمراضنا وأسقامنا، وتحفظنا بها من خلفنا ومن أمامنا، وتغفر لنا بها ذنوبنا وآثامنا. اللهم يا ربي يا كريم، صل وسلم على سيدنا محمد، واشرح بالصلاة عليه صدورنا، ويسر بها أمورنا، وفرج بها همومنا، واكشف بها غمومنا، واغفر بها ذنوبنا، واقض بها ديوننا، واصلح بها أحوالنا، وبلغنا بها آمالنا، وتقبل بها توبتنا، وآنس بها وحشتنا، وطهر بها ألسنتنا، وارحم بها غربتنا، وارحم بها يا كريم جميع أمواتنا. اللهم آباءنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا وأحبابنا وكل من له الحق علينا،
اللهم ببركة الصلاة والسلام على مولانا رسول الله، اجعل قبورهم جميعا في هذه الساعة روضة من رياض الجنة، اجعل قبورهم مزارا للملائكة، اجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم. اللهم اسقهم شربة ماء من حوض سيدنا نبينا محمد. صلوا جميعا على محمد، صلوا وسلموا على سيدنا محمد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.